مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاج بالعراقي. حلقة هذا اليوم مشاهدينا طبعا راح تكون مخصصة وبناء على المتغيرات اللي صارت خلال اليومين الماضية بالنسبة لمحافظة البصرة، فلذلك ستكون هي مخصصة كاملة لمحافظة البصرة. طبعا بداية نقول احنا الرحمة وجنان الخلد ان شاء الله لكل الشهداء اللي سقطوا في محافظة البصرة، وأيضا أتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى، وإن شاء الله أتمنى أن يكون هنالك من تعامل إيجابي مع المتظاهرين في محافظة البصرة. اليوم راح نتحدث شوي بموضوعية حتى ما كل ينحاز إلى طرف على حساب طرف. قبل ما ندخل في خضم حديثنا لهذا اليوم، خلينا نشوف محافظة البصرة، هذه المحافظة الرائعة، هذه المحافظة اللي هي تعتبر بنك العراق، هذه المحافظة اللي تعتبر اليوم أم النخيل، هذه الفيحاء كيف كانت قبل تقريبا فترة من الزمن وكيف صارت. خلينا نتابع. طبعا يعني بالتالي اللي احنا نريد نقوله اليوم في هذه المحافظة، إلى أنه نقدر إحنا اليوم نحكي عن أنه هذه المحافظة، هذه المحافظة بها تفاصيل كثيرة، لكن هذه المحافظة اللي إحنا نتحدث عنها اليوم بشجون حقيقة هي محافظة يعني ما أعرف ثارت في وقت ما، ولكن يبدو أنه هي كانت يعني عوقبت، ما أريد أدخل بهذا الجانب، لكن على أقل تقدير هي كانت سلبية أو تم التعامل معها بسلبية. مستشفيات البصرة كانت تعلن عن استقبال 12 ألف حالة إسهال ومغص معوي وتقيؤ. محافظ البصرة أعلن أن محطات التحلية الكويتية ومولدات الكهرباء اللي وصلتنا منهم كانت غير شكل. نشطاء يطلقون هاشتاج أنقذ البصرة على خلفية إصابات التلوث ونقص الأدوية وارتفاع نسبة الملوحة. كان هنالك طبعا هي أساس المتظاهرات. آخرون كان عندهم هاشتاج الآخر اللي هو بصرة تحتضر بعد تداول مشاهد تحول أنهر البصرة إلى اللون الوردي بفعل التلوث. مصدر نيابي كشف عن أنه 43 مليار دولار هي حجم الأموال التي دخلت المحافظة منذ عام 2003 إلى اليوم، يعني خلال 15 سنة من عمر هذه الحكومة. كل اللي احنا ممكن اليوم نقوله عن هذه المحافظة الحقيقة يعني ما اعرف شنو اقول، لكن يدمى له القلب. وبسبب نقص المياه وشحتها وكل تفاصيلها كانت الثائرة العالية والكبيرة من قبل هؤلاء المتظاهرين. البصرة بين الماضي والحاضر واللي قلت لكم عليها. البصرة هي عاصمة الاقتصادية للعراق، مركز التجارة بين العراق والبلدان الاخرى. عام 14 تم بناء ميناء حديث ومحطة قطار في منطقة المعقل، منطقة تعتبر هي منطقة بساتين ونخيل اللي تشكل شريط يبلغ معدل عرضة نحو 7 كيلومتر يمتد على جانبي شط العرب. البصرة مدينة محاطة بالمجاري المائية من جهاتها الأربعة. منذ عام 2003 وما تلت من أحداث تأثرت البنية التحتية سلبا في محافظة البصرة. النفط يعد هو المصدر الرئيسي للاقتصاد في البصرة والعراق بأكمله، وتقع البصرة في منطقة زراعية خصبة يزرع فيها العديد من المنتجات الرئيسية. تعتبر الميناء الرئيسي للعراق بأكمله. يوجد في البصرة أكبر ثروة نفطية في العراق، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه هي تمتلك 15 حقل من أصل 77 حقل معروفة، منها 10 حقول منتجة. وأيضا محافظة البصرة، هذه المحافظة اللي اليوم يعني يسقط فيها الشهداء، هي محافظة وصل بها تلوث بمياه الشرب أدى إلى تسمم آلاف السكان. التلوث الكيميائي من مياه الشرب بلغ 100%، في حين بلغت نسبة التلوث الجرثومي 60%. تردي الواقع الخدمي كان هو الحقيقة إلى وقع كلش سلبي. طهران عملت على قطع عشرات الروافد المائية عن العراق وتقذف مياه البزل المالحة والثقيلة في شط العرب. البصرة الجميع يريد إعلانها مدينة منكوبة إذا ما تم إعلانها. 41 مليار دولار هي مبالغ التي أنفقت على ملف الكهرباء منذ عام 2003، ولا وجود للكهرباء لا في البصرة ولا في باقي المحافظات.
وهذا طبعا للأسف اللي نتحدث به اليوم احنا. مطالب المتظاهرين شنية؟ سهلة أو مو سهلة، لكن هي مشروعة: توفير فرص العمل، تحسين ظروف حياتهم المعيشية، توفير وظائف للشباب العاطلين عن العمل في المنشآت النفطية، وهذه أبسط مقومات الحقوق في العراق. توفير الخدمات، الماء صالح للشرب، الكهرباء، البنى التحتية، والقضاء على البطالة والفساد، وهذه الآفة الأخرى اللي هي تنهش في جسد العراق وهو الفساد. أيضا تصاعد حدة التظاهرات في محافظة البصرة أدت إلى قطع الطريق الرابط بين البصرة والحدود الإيرانية، وأيضا أدت إلى قطع الطرق المؤدية إلى حقول النفطية ومنع العاملين من الوصول إلى المنشآت النفطية وأغلاق منفذ صفوان الحدودي. وهذا ما أدى إلى أن هذه المحافظة حقيقة يعني تصل إلى ما هي عليه. خليني فقط أنوه إلى موضوع، إلى أنه إحصائيات وزارة الصحة في محافظة البصرة، إحصائيات عام 2006 تقول أقل من عمر 15 سنة الذكور 6000، الإناث 6000، يعني 6600 6500، ما بين 15-44 سنة 1500 ذكور، 19000 إناث، ما بين 45-64 22000 ذكور، 24000 إناث، و65 فأكثر 16000 ذكور، 17000 إناث. أما إحصائيات الأمراض المزمنة لمحافظة البصرة خلال عام 2007 كما وردت من مديرية الصحة البصرة فهي كالتالي: أقل من عمر 15 سنة 8000 ذكور، إناث 19000. وأيضا عندنا الأرقام طبعا تسير بطريقة متزايدة، 2005-2007-2006 كان عدد الأمراض أو المصابين بالأمراض السرطانية 2005 833، ها بس انتبهوا لها، 2006 1200، و2007 1100. واليوم هذه المحافظة يعاني من تسمم فيها ما يقارب إلى يعني يمكن آخر إحصائيات 30000 شخص. شفنا محافظة البصرة كيف كانت وفي الماضي، والآن خلنا نسمع واحد من أهلها يتحدث عن تاريخ هذه المحافظة. شوفه. هذا التاريخ، هذه الحضارة البصرية، هذا جذورنا التاريخية، هذا هو البصرة. اللي يسأل عن البصرة ويريد يعرف من البصرة نقول له هذا نهر العشار، هذا هو البصرة، هذا التاريخ البصري، حياة البصرة، هذا هو البصرة. العاملين على البصرة ويقولون نشتغل للبصرة، يا ناس يا عالم يا مسؤولين، يلي عندكم غيرة واللي عندكم ضمير، هاي البصرة باوعوا يا رئيس الوزراء، يا مجلس رئاسة الوزراء، يا برلمان العراق، يا مسؤولين، هاي البصرة، هاي البصرة. شفتوها؟ أرقام الهواتف اللي ظاهرة أمامكم راح تكون طبعا هي المنفذ لأصواتكم اليوم في حلقتنا اللي هي بركان البصرة ينفجر فمن المطفي له. ما أعرف يعني هذا البركان إذا أوثار هو، لكن من اللي راح ممكن يطفيه بعد ما أعرف. يلا نأخذ عندنا أول اتصال، منه؟ أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، عدد حلقات نبهنا عن موضوع البصرة، احنا قادمين بيه وعايشين الحدود الإيرانية من شمالها إلى جنوبها. في منطقة البصرة فقط نهر الكرخة والكارون ونهر جاسم انقطع ميها نهائيا عن منطقة البصرة. طيب. حولوا مجاري المياه الثقيلة كلها على الحدود العراقية، خلوها تدب الشط العربية. شنو سبب المشكلة؟ نهر إذا قامت المياه الثقيلة يدبوها بشط العرب اللي هو عنده فروع على أبو الخطيب على منطقة البصرة. ونوهنا بالحلقة يمكن مو الفاتت القبلها، قلنا المقترح جدا بسيط، نهر دجلة والفرات يلتقم بالقرنة اللي هي مسافة 80 كيلو عن البصرة، تذكرها أستاذ؟ طيب. يعني شهر أو شهرين بالزايدي، أما يمدوا لهم أنابيب تحت الأرض أو فوق الأرض، أو يمدوا لهم نهر ليم البصرة والمصاكي. أبو محمد يعني حلو. أبو محمد يعني تتوقع أستاذ، اليوم أنت ال- 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 القائمين على المحافظة حكومة محلية حكومة مركزية، اليوم أشخاص هم ممكن مستثمرين ما يعرفون هاي الكلمة اللي قاعد تقولها حضرتك أنت؟ والله يعرفوها. وحتى أقول لك عبارة، أنه العفو أستاذ، بالنسبة للشهداء والجرحى
تعتقد القوات الامنيه تضربهم؟ اكو مندسين من الاحزاب اللي مضرره مصالحهم، هم يندسون بين المتظاهرين، والا ما القوات الامنيه تعرف القوات العراقيه جيش ولا داخليه؟ دفاع ولا داخليه؟ ترى اصيله، كلها اصيله عراقيين، وكل واحد يحب الاخر. ما حد عراقي يضرب عراقي تتصور، الا دول اللي ضررت مصالحهم. هي شنو البصره احسن محافظه بالعراق، كل المحافظات عزيزه، لكن هاي ام الخير على العراق، ام الخير تغذي كل المحافظات العراقيه، ولا شنو وظائف ما اطلق لهم ال 10,000 وينها؟ الحاله الصحيه اللي عندهم يعني سهله عندهم، احنا عندنا بين دول تصير حروب على جندي بالحدود ينقتل، احنا 30,000 السم مرض، ولا كانه يصير انفجار يقول لك لا مو 20 استشهدوا، واحد او اثنين، هو الواحد ليش قليل الواحد عنده هلا؟ لا والله مو قليل الواحد طبعا، العراقيين كلهم هم واحد، واحد يحب الله صحيح، زرعوا الفتنة والطائفية بين المواطنين، ولا البصرة يقدرون هسه لو يخلصون بالعمل مالهم والروح الوطنية شوية تدمج بروحه بنفسهم بشهرين ثلاثة يخلوا لك البصرة جنة. هاي مو المحافظات الشمالية عندنا وهم شايفيها احنا، جافو وزهوك ولا اربيل ولا سليمانية عايشين بها سنوات، والله كانت خرابة هسه جنة مال الله. صحيح صح، وهاي البصرة هم كذلك يا اخويا. طيب شكرا لك ابو محمد، انا ممنون من حضرتك، شكرا جزيلا. بصرة كمساحة طبعا تبلغ 19,070 كيلومتر مربع، هذه المحافظة يعني شنو بدنا نقول عنها غير مثلا انه هذه المحافظة هي من المحافظات الرائعة، من اهلها طيبة قلوبهم، وايضا هذه المحافظة هي كانت دائما النواة الاولى لبعض الاحتجاجات والتظاهرات اللي تكون موجودة خلال الفترة اللي فاتت. أنا مع إلى أنه هنالك كان من تواجد لقوات أمنية في محاولة لفرض القانون، هذه ما حد ينكرها، تم الاعتداء من قبل القوات الأمنية على هؤلاء الأشخاص، والله أنا شفت فيديوهات ما أتوقعها، بس أنا أقول لك أكو مندسين أكو غير منضبطين في بعض الجوانب اللي استخدموا السلاح، يعني واحد من عندهم حكى حكاية بس إذا فريق الأعداد عندكم هذا التصريح، قال إلى أنه مستحيل اليوم أكو أشخاص يرتدون الزي العسكري وواحد لحيته طويلة، يقول إحنا نعرف إحنا العسكريين دائما مزين لحيته ومحافظ على هندامه، فمن المستحيل أن يكون واحد لحيته طويلة وهو يرمي علينا، واللي رمي ما كان رمي عبارة عن تخويف، يعني يمكن شفت تصريح لسيد رئيس الوزراء قال حتى بالهواء ممنوع الرمي، لا الرمي كان قنص كله بالرأس، فبالتالي اليوم الأشخاص اللي استهدفوا هؤلاء الشهداء في محافظة البصرة يعني لازم ينفرزون، لازم يعرفون، هسه إذا كانوا هم من جهة معينة من أحزاب من يعني ما ممكن نحتهم شخص إذا ممكن نعرفه 100%. من ويانا؟ رشيد من كربلاء، تفضل رشيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا رشيد. والله أنا عندي مثل شعبي إذا تقدر تسمح لي شوية أكملك إياه. تفضل. يعني الشيوخ قبل هن الشيوخ شيوخنا القديمة مو حتى يستحل يجي يسولف له سالفة فيجيب له رمز، هذا الرمز راح أقول لك فيه. يعني يوم هذا من الشيوخ العوارف رام الضيم وأصبح صفر. فاتفق هو والعبد ماله، قال يا ما أنا راح أمشي، قال العبد أنا هم وياك. أنا كنت رفيقك ما أعرفك، فنشوا إلى منطقة نقول بإيران أو نقول بتركيا لقوا انتخابات. الانتخابات شو يسوون؟ يطلعون عصفور يهدوه، هذا العصفور يجي يوكل على رأس مواطن. فيخلون رئيس الجمهورية مسؤول عليهم شو شنو ذاك الوضع. طيب. فباوع وسألوه قال أنت منين؟ قال أنا مثلا من العراق. قال لا عمي أنت بالعراق جابك علينا. قالوا خذ العصفور ضموه. خذوا العصفور ضموه. أقول خذوا الزمة الشيخ ضمه هدوا العصفور وقف على الجرة ما حول. قال عمي ما عندكم شروط؟ قال نعم. قال لا عاد انتم شو طلع العصفور شو فكر عليه؟ هدوا العصفور قبل ساعة على راسه. قال والله عمي هاي بعد هاي جت عدل ما نقدر نغيرها. فاجى سأل العبد ماله وهو طير وكر على العبد، سأل العبد قال انت شو راح تسوي لهم؟ قال راح احرق والد والديهم. ليش؟ قال ليش؟ قال الله دزني عليهم.
لا عمي ما يصير، احنا تعالوا نسوي جنب دروب وهو قال اسمع اقول لك انت راح تاخذ حقك وترجع لاهلك، مو كل سنه جايني رايح جاي. فبنت تجيب يوم اللي تعينت بيه تجي، يوم اللي تعين بيه اجي. اسمعوا هم الربيع حطوا له الدفوف وطبوب وتلقوا بالسلام والتحيه. قال عن هذا ابن عمك دمرنا دخيل الله ودخيلك. قال هسه راح احكي وياه. قال عمي ذول السكولي يعني عيب، وانا من مكان بعيد. قال عمي خذ كروتك وارجع لاهلك لا تسويك مثلهم. طيب انا اقول لك كانت الكهرباء طافيه والشارع متروس ترس كهرباء غزه العراق. وانا اشكرك. شكرا جزيلا. انا اشكرك الله يحفظك. ممنون من حضرتك. يعني يمكن ما فهمته من القصة إلى أنه لما يتم اختيار شخص غير مؤهل لقيادة بلد ما ينتمي له، فمن الغير المعقول أن ممكن يقدم إيجابية لهم، بالعكس راح ممكن يقدم سلبية وسلبية محمولة. هذا ما فهمته من القصة طبعا. تحياتي للأخ اللي اتصل بينا. عندنا أبو زينب من ميسان، تفضل أبو زينب تفضل. السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله. الله يعزك استاذ، شلونك استاذ؟ يخليك يسلمك. الله يعزك استاذ. هي اذا اجت هاي قلت لك انا هاي الحكومه ولا جت غيرها هي ماكو فايده. هسه البصره انتهت وماكو فايده، والعماره هم منتهيه اوتوماتيكيا بدون ما مظاهرات وبدون ما يعني ميتين هيك بس احياء. الله شاهد. انا مرتين استاذ ما شتك بشي مره يرحم والديك استاذنا العزيز علي. اي والله انا شفتك ديش مره استاذ من العماره قلت لك انا حالتي المأساويه كلش. انتهيت انا. صحيح. اي والله وليد من الله منكم شوفوا لي حد، لان انتهيت انا لا عندي كسب عيشه. لا واحد يفتر علي، لا واحد لا مسؤول زارني. لا شغلات اجت على منطقتنا وشافوا حالتي صاحب بنات بعد تجاوز ومؤجر. ولا حول ولا قوه لا راتب. الله يعينك ان شاء الله نحاول. والله احنا بس يعني نشوف شنو ممكن، بس اذا جماعه يعني عملوا شنو اجتماعيه حتى ممكن على الاقل ونشوف احد من المسؤولين في محافظه ميسان. ممنون لك ابو زينب. الله يحفظك استاذ. رقم يمكم استاذ موجود 100%. الله يحفظك يا ابو زينب. شكرا جزيلا لك. تسلم يا اخوي. هذه المحافظه احنا كل طبعا كل تعرف راح نحكيها هسه كل تعرفه. يلا ناخذ ابو زكريا من كركوك قبل ما اقول هالمحافظه. ابو زكريا تفضل. الله يحفظك ابن الفدايه يحفظ قناتكم ان شاء الله. الله يخليك سلمك. يحفظ العراقيين باذن الله ورسوله. يعني شو مدفن القبلي يقول انا ما عندي شيء ومهجر يعني هيك العراقيين صاروا من 2003 لحد هذا اليوم. مي ماكو، كهرباء ماكو، خدمات ماكو. يعني احنا يعني ابن الفدايه شلون اثق بيش حكومه؟ شلون راح يمثلني هسه البصره راح يسوون جد؟ يعني باقي المدن العراقيه المدمره خاصه ست مدن العراقيه من ضمنهم عندك الرمادي وموصل وغيره وغيره. شلون راح يصير من كذا؟ شلون راح يصير؟ شلون هذا يسووها؟ شلون العالم راح يعيش؟ شلون العالم راح يرجع؟ طيب بس جاوبني حتى اجاوبك. مو انا مشكله يعني ما تقول لي انت شلون رجعون. انا متامل بانه ممكن يجي يعرف الى انه اليوم احنا عندنا قضيه معقده، عندنا مصيبه اليوم في محافظه البصره ونحتاج الى ان يكون لها حلول ناجعه، وهذه الحلول لازم هم يعني شغلة غصبا ما عليهم، بس الحقيقه جزء من واجبهم اليوم عفوا كحكومه ان تحل هذا الموضوع بالمحافظه. صحيح عندنا في ذا، بس هم 15 سنة ما بدهم يفرون المي والكهرباء. يعني خلال هالايام عشر ايام بس هسه خلينا نحكي بصراحه، هسه تختلف. ما يسوونها لانه هسه الحديده حاميه. هسه علي بابا مسلطين علينا. صدق العراق ما يصير براز خير. هذول بس ملتهين على الانتخابات، كتله كبيره كتله صغيره، حرام صغير حرام كبير. والله يحفظ العراق، والله يحفظ العراق ان شاء الله باذن الله. من شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا ابو زكريا. عندنا اتصال شباب. طيب هذه المحافظه قلت لكم كل المعلومات اللي راح نحكي عليها، هذه المحافظه هي الكل تعرفها، لكن اللي ممكن احنا ناسيه او ما متطرق له او ما متطرق لجانب معين، وهي انه هذه المحافظه اليوم كان بها مجموعة من الشركات اللي أبدعت وقدمت خدمات لهذه المحافظة، طبعا من ضمنها شركات أجنبية وشركات محلية. تصريح لأحد الوزراء كان خلال يوم أن يقول أني اليوم إحنا عندنا شركات كانت تعمل، لكن بسبب هذه التظاهرات هذه الشركات غادرت، وبعد أن رجعت رجعناهم، إحنا راضيناهم ورجعناهم
بعد هذه التظاهرات اللي صارت مره ثانيه اللي بدي احكي عن طبعا تظاهرات 2015 بعدين ذولي الشركات بعدين راحوا. طيب هسه هو السؤال للسيد الوزير او من يملك هذا المنصب او سؤال للشخص اللي ممكن يكون هو مسؤول في هذا الجانب. هسه احنا لما ذول الشركات اجتي طبعا اول ما تطلب الشركات هي تجي للمحافظات العراقيه ما اعرف منو او يبدو انه هنالك جهات تخوفهم انه دير بالك وراح تنكتل بالشارع وراح يصير هيك وترى يخطفوك وترى يسوي لك. هسه هذا اكو من عنده بس اكو بالجانب الاخر اليوم اكو شركات اجنبيه عامله في محافظات عراقيه. يعني اليابانيين شو طلعوا من السماء ذاك اليوم ترى ما صار مهوايه وبقوا هناك متواجدين وقدروا يسوون مجموعه من المشاريع اللي موجوده. ايضا اكو اكثر من مبادره يابانيه وكانت هنالك من مبادرات من دول اخرى اوروبيه في محافظه لمبار قبل ما يدخلون داعش وكان الوضع مستقر. فبالتالي هذه الشركات اليوم لما انت كمسؤول تروج الى انه والله هم طلعوا لين يخافون، طيب انت ليش تجي تحكي بهاي السالفه؟ طيب بالجانب الاخر لما كانت البصره مستقره شو ما كنا نسمع احنا عن ذول الشركات قاعد تشتغل، هسه كنا نسمع بيهم. بالجانب الاخر اليوم العقد اللي هم يسووه شنو نسبه الانجاز اللي تحتاج او شنو المشروع اللي يحتاج 4-5 سنين هو موجود بالمحافظه وما شفت من عنده انجاز اني. طيب انت ليش تقول لي اليوم اكو كان شركات والله بسبب هاي التظاهرات اللي خلت الشركات تطلع؟ اوكي ممكن 100% وياك انه هذه الشركات اليوم بسبب هذه التظاهرات طلعت، بس قبلها من كانت موجوده؟ هي اول يوم كانت تداوم، اول يوم صارت التظاهرات ما صار لها 4-5 سنين و3 سنين وسنتين وممكن عندها جزء من عندها سنه وقاعد تنفذ مشاريع طويله الامد. فبالتالي لازم نعرف الى انه احنا مو الا نحكي حكايه لازم الكل يصدق وسرعه باعوا فوق باعوا بسبب التظاهرات طلعت الشركات. طيب ما هي ما كان اكو تظاهرات والشركات ما شفت من عندها انجاز. انا شنو انجاز طلعت المحافظه؟ ماكو شيء. محطات تحليه عندنا غير قادره على تحليه المياه بسبب انه هي ليست محطات تحليه لان هي محطات تحليه محطات تصفيه. وزاره الموارد المائيه علي السلام مستشاره بالبرنامج هنا قال احنا قاعد نزود المحافظه بالماء الخام يعني نظيف بسبب الانابيب او فتشي يعني. طيب من عندنا؟ عبد الستار من دياله تفضل. مساء الخير. يا هلا بك، اهلا بك عبد الستار. اخي العزيز ما يحصل في البصره ما هو الا تراكمات الاهمال من الحكومه المركزيه في بغداد ومن الحكومه المحليه في البصره. وهذا ما يحدث ما هو الا تحصيل حاصل وما هو رده فعل بسبب الإهمال وضعف بالخدمات كالماء والكهرباء وتعيين أهل البصرة. فأهل البصرة خرجوا لهذه المظاهرات لأنه الدستور يقفل المتظاهر التظاهر السلمي. أنا أؤكد هنا على التظاهر السلمي. أتمنى من أخواننا المتظاهرين عدم حرق المحافظة ولا حرق المؤسسة أو بناية حكومية لأنها هاي هي إلهم، هي مالتهم مال أهل البصرة. صحيح. فأحنا بأمس الحاجة إلى هذه البناية، بأمس الحاجة إلى الأمن والأمان. نحن دماء البصرة هي غالية علينا والله العظيم. أنا من محافظة ديالى ولكن قلبي مع أهل البصرة. أنا أيضا متظاهر من ساحة في ساحة التحرير. نتضامن مع أهل البصرة. جي. ولكن هذه المظاهرة أتمنى أن تكون سلمية سلمية لأن الدستور كما كفلها. وكذلك أتمنى الرحمة والغفران لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى. أنا سمعت قبل قليل أنه مشروع ماء البصرة قد شغلوه. لعل وين كانوا قبل هذه الأيام قبل هذه الأشهر إلا هسه شغلوه؟ ليش هسه شغلوه؟ يعني معناها الحكومات قادرة على الفعل ولكن لا تفعل إلا بالمظاهرات إلا بالحرق إلا بعد هذه المأساة اللي نشوفها. طيب أتمنى لأهل البصرة، أتمنى لهم أن يستمرون في مظاهراتهم حتى تحقيق أهدافهم المنشودة. طيب ممنون من حضرتك، شكرا جزيلا عبد الستار. بس لحظة، طبعا في سقط ملاحظة إلى عبد الستار. أولا مبنى المجلس مبنى المحافظة اللي احترق طبعا يعني هو حسب الأقاوي إنه هسه خلاص كان لكم تظاهرات احترق. طيب اليوم الصبح احترق مبنى الجنسية، ما كان لكم تظاهرات ولا كان أكو أي تفصيلة معينة ولا كان أكو ناس متظاهرين، شلون احترق مرة ثانية هسه هذا أو احترق هذا هو مرة الأخ؟ وهنا هي علامة الاستفهام اللي تكون. وبالتالي يعني التحليلات تقول إلى أنه ممكن المتظاهرين شمروا قنبلة، هذا
قبلة موتور، فهل بها مثل بطل بها فتيلة ممكن حرقوا بها أو ممكن نار وجهها، بس وصلت الطابق الرابع شلون؟ عليها علامة استفهام. طيب عندنا مناف من الإمارات، تفضل يا مناف. السلام عليكم أخوي. السلام ورحمة الله يا مناف حبيبي. هذه حتى الاخوان انا دا اسمعها من اللي يطلع، اتمنى 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 ما ادري شنو. هذا حكي صار له 15 سنه. هذا تسويف الوجوه الكالحه هاي اللي طلعت لنا 329 واحد بالبرلمان، هذا مو كان لازم للحكومه. هذا مو كان كلهم رئيس جمهوريه ونائب وما ادري شنو، هاي الاسماء المسميات اللي المناصب الموجوده بهيكله الدوله، هذول ناس اخي، ذولا ناس اسرائيليين ايرانيين امريكان. نعلت الله على الامريكان ونعلت الله عليهم. حبيبي كل واحد من اهل البصره الدم ماله يسوى اميس، كل شاب من اهل البصره يسوى 329. هذول عباره عن نشاله. كافي عاد يتمنى ويتمنى ويتمنى وما ادري شنو. العالم محروقه محروق قلبها، اهل البصره ماتوا، الجنوب باكر عقب راح يموت، بغداد ماتت، يعني كافي عاد عملاء، ذولا عملاء قروض، ذولا أقزام إسرائيل وليس حتى مو أقزام أمريكا. هذولا هذا الدستور اللي انوضع من بريمر، هذا لو يفتهم اللي طلع قبل شوية، هذا انوضع من قبل ناس إسرائيليين أسماءهم موجودة بالتواصل الاجتماعي، حق المعرفة، وجابوا هالأقزام ذولا جابوهم. يا أخي هم منو عنده شهادة من عندهم؟ منو عنده ممارسة حتى دي يتعاركون هسه متعاركين كل واحد على مو ذولا كانوا يقاتلون بالجيش يقتلون الجيش العراقي بإيران؟ ليش واحد هاي النفاق السياسي خلي يجوزون منه حتى اللي يطلعون ذولا المحللين وغيرهم بالمحطات خلي يجوزون من القشمرة، لأن حرام عليهم. نعلت الله عليهم. طيب. أتأمل من حيدر العبادي يسوي فلانشي. أتأمل من نور المالكي يسوي فلانشي. أتأمل من كل الأحزاب مريده. طيب. ما شفنا منها غير بس الظلم. نريد حكم رئاسي. هذه ثورة عارمة عراقية. لا يطفوها ما يطفوها، باكر يجيبون عمي ذولا ما يستحون شنو يجيبون، وناس يحاولون ما يجيبون ما طيب. هذولا نشفوا الخزينة مال الدولة، هذولا طلبونا 300 مليار طيب. إضافية. مناف أنا أشكرك بس لأن ضغط اتصالات، ممنون من حضرتك أنا يا مناف، شكرا جزيلا. عندنا أبو أحمد من بغداد، تفضل. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز أبو أحمد الفتلاوي من بغداد وياك. يا أهلا بك. وحي قناة الغدير. التغيير. والكادر كافة، وحيك لك شخصيا. الله يخليك. ونشرف بمعرفتك وبوجهك الحلو. شكرا جزيلا. بس نصلي تلفزيون أبو أحمد، الله يرضى عليك. أخي العزيز سيدنا الكريم، هذول مدعومين من إيران ويأخذون توصيات من إيران، ذولا شطرنج شلون ما تسويهم إيران يصيرون. وهسه يحكم العراق هو السفير الإيراني، فهاي كلها من إيران، هاي الشغلة ضد الشعب العراقي، وذول خدم إيران بيحكمون هنا، وهاي تقتل المظاهرين، ذول الأحزاب التابعة لإيران. أخي إحنا أحزاب مريد، لأن هي الأحزاب دمرت العراق واللي نهبت العراق، أموال العراق وخيرات العراق كلها تأخذها الأحزاب توديها لإيران، لأن هذول خدمت إيران. يا أخي الشعب تعب، الشعب انتهى. وأنا أحيي أبو زكريا من كركوك، الحاج أبو زكريا، لأن كلامه صحيح. وأقول لك شغلة، دول كلهم تابعين لإيران، ما عندهم ملاء للعراق أبدا. اللي يعبد الصهيونية العالمية واللي يعبد ربيبته إيران، فذول كلها إيران.
طيب. يعني هذا مخلص الكلام يا أخي العزيز. ممنون منك. ما بيهم نتيجة. طيب ممنون منك أنا أبو أحمد، شكرا جزيلا. عندنا منه شباب، من عندنا اتصال؟ علي من البصرة، تفضل يا علي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحييك وحيي قناتكم هاي الشريفة العراقية. الله يحفظك. اللي جاي تنقل أحداث البصرة الوحيدة، طبعا أنا خلي على القنوات العراقيات كلها هاي مال الأحزاب، ولا واحد يجيب طار البصرة. وش يصير بالبصرة؟ نايمين ذولك بعدهم ما قاعدين. لا مو نايمين، لأن هي تضرب مصالحهم، لأن هم هنا الأحزاب هم المستفادين. احنا البصرة محتلة. أنا أقول لك البصرة محتلة. من محتلها؟ لا تقولون المحتل خرج من عتها، محتلها محتلتها الأحزاب عن طريق دول. والدولة هي جارة إنا. هسه العراقيين الشباب جاي يعبرون ليران يكتلون. جاي يكتلون والله العظيم، يمكن وصلوا 4 من البصرة تكتلوا بإيران، ما حد طالب بيهم لا الحكومة الإيرانية ولا العراقية. طيب يعني شلون يتكتلون علي؟ جاي يدخلون عليهم للشقق يقتلونهم بسلاح. ليش؟ هاي بعد عراقي ياخذون فلوسه. اوكي طيب. والله العظيم واكو حادثه بالحيانيه وحادثه بالقرنه، تروح تسالون عنها راح يودونكم على البيت اللي انقتل فيه الولد هناك شاب اول مره بحياته عابر ليران علاج. هذا يمكن شفته اللي سوى عليه تقرير يعني يا اخي. والله العظيم والله العظيم صار ارخص شيء بالعراق الدم العراقي. ارخص شيء بالعراق صار الدم العراقي. طيب علي، هسه شلون الوضع عندكم بالبصرة هسه حاليا؟ هسه بهلا الوضع متأزم، الوضع متأزم. انت وين بالبصرة؟ انا بالهارثة. بالهارثة. طيب شلون الوضع يمكم؟ الهارثة جاي يظاهرون بالليل. طيب اي يعني بالنهار حركة طبيعية بس بالليل مظاهرات. بس سلمية سلمية سلمية، لا حرقوا شيء ولا ان شاء الله تبقى سلمية. ان شاء الله تبقى سلمية. بس والله العظيم ترى احنا ميتين، وعن قريب راح يجي مرض الكوليرا ما شو يسمونه والله ما اعرفه. هذا عن قريب يعني هذا مرض فتاك. راح نموت موت جماعي. والمصيبه قلت لك ماكو قناه عراقيه تنقل واقع البصره ولا تنقل معاناه البصره ولا يشوفون شنو صار بالبصره. طيب علي انا اشكرك. احنا نطالب شيء واحد. تفضل. انا اتمنى من كل متظاهرين إذا ما يطالبون تغيير نظام العراق والدستور العراق من برلمان الجمهوري ما يصير كان العراق. طيب ممنون منك علي، شكرا جزيلا. عندنا أبو ياسر من ديالة، تفضل يا أبو ياسر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، العنوان مال الحلقة مالكم أنه شلون تخلصون هالمأزقة اللي بالبصرة. المأزقة اللي بالبصرة إذا ما ترحل جميع الأحزاب من البصرة، البصرة ما تهدأ ترى. شي روحة أبو ياسر؟ شي روحة؟ والله ما أدري أقول لك شي روحة، هما عزموا لزم شباس الكاظم بعد ما أدري شلون. بالنسبة للأخ نوه عن المخدرات، أنت تدري المخدرات عقوبتها الإعدام. طبعا. زين، هسه المخدرات مباحة بكل المحافظات العراقية، بس السؤال هو منين تجي المخدرات؟ من إيران. من إيران، من الحدود العراقية الإيرانية؟ إيه. اثنين، أقول عفوا النقطة الثالثة، لما جابوا مئات الآلاف دمج للوزارات المدنية والوزارات الأمنية، يعني هذه يسببون إرباك وخربطة لو لا. إذا هو صباغ، إذا هو تنكشي، إذا هو يبيع طماطة، إذا كيف يقدر ينتج في المكان اللي راح بيه يصير؟ يعني هسه يطلع الأستاذ مدير التقاعد أو رئيس الهيئة مال التقاعد يقول عندي المتقاعدين 4,500,000، الحين هم كانوا 1,500,000. صحيح. من جو ذولا؟ والله يا أخي نعرف ناس والله العظيم مو على البال. هذا يقول لك انطوني مدير عام وحالونا على التقاعد، الأخ يقول لك انطوني عميد أو لواء أو عقيد بالجيش وحالونا على التقاعد، وقسم منهم موجودين بالخدمة. هذول اللي موجودين هسه بالقوات الأمنية خلينا نقول، وأكو متظاهرين. تعتقد راح يرحموهم يعني ذول المتظاهرين هم تابعين الأحزاب؟ ما توقع. لا والله. اي يعني شغلات هي متلابسه، ايدي خارجيه بها وماكو روح وطنيه بعد قد المسؤول، المسؤول غابت عنا الروح الوطنيه. نعم. طيب تحياتي لك ابو ياسر، شكرا جزيلا لحضرتك. عندنا اتصال؟ طيب ناخذ فيسبوك؟ ممكن ناخذ فيسبوك شباب؟ طيب عندنا ابو حكمه ناخذه.
عندنا السلام عليكم استاذ فداء، الحل الغاء مجالس المحافظات هم سبب الفساد. والله حكيناها ألف مره، يعني اذا انتم حكيتوه اذا احنا حكيناها، وموضوع الغاء مجالس المحافظات هذا لازم الاحزاب هي اللي يعني تتكرم علينا وتلغيها، لان يعني بالنسبه لهم هذا الموضوع عباره عن يعني لقمه سائغه جيده. حيدر ابو شرار الهاشمي كاتب قبل دقائق الرئيس الروسي يهدد الحكومة العبادي والفاسدين في العراق، شنو رأيكم؟ يعني لحد ما وصلنا احنا هذا الخبر، مضايف أهلنا. عندنا كاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن لجنة إنشاء العقود في التقاعد الوطنية الجيش السابق يم أحمد عبد الجليل، بلكي يشكل لجنة، ألف رحمة لوالديك. وإحنا إن شاء الله يعني نتمنى بس السيد أحمد عبد الجليل أن يكون يانا طبعا على الهواء مباشرة مرة الأخ. أبو مريم العراقي، ناخذ ابو مريم. وين رجال المحافظات؟ ليش ما طلعون مع البصره؟ طلعوا بمحافظاتكم وخففوا الضغط علينا، فزعوا. وين زلمكم؟ معقوله ماكو زلم؟ سوف يدونها التاريخ لكم الزلم مواقف. طيب ابو مريم انت قصدك الى انه يعني شلون من يطلع للمحافظات اللي موجوده اليوم دار مدار البصره اذا كانت ناصريه عماره، باقي المحافظات موصل، كل ذلك المحافظات هي اليوم يعني طلعت وحاولت أن توصل مي إلى محافظة البصرة، بالتالي يعني قصدك أنت ممكن يطلعون هم كلهم في تظاهرات، هذا بعد يعني بحث آخر، كل محافظة محافظتها. طالب زينب عندنا، يلا زينب، كل سنة يطلعون سلمية وكل شيء ما يصير، وهسه انفجرت الناس، كافي حتى أيوب ما صبر مثل صبر العراق، منا إيران، منا أمريكا، منا سوريا، منا تركيا، منا السعودية، منا قطر، كلهم دق على العراق. والله يعني للأسف احنا اليوم يمكن نعاني هذه المعاناة اللي انت وآني وكنا احنا يمكن يوميا نشوفها أكثر من مرة. طيب عندنا اتصال، سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بيك يا استاذ، مية هلا بيك استاذ. بعد المظاهرات السلميه، بعد المظاهرات السلميه سوف ينظر لهم بعين الاعتبار، سوف ينظر لهم بعين الاعتبار، ولازم خدمات عاجله على السريع. وهسه اريد احكي صراحه يعني، بشروا ولا تنفروا. طيب وكونها وتكون، تحياتي لك. شكرا، شكرا لك يا سعد، دائما مختصر سعد ما شاء الله عليك. شوفوا اليوم يوم يعني يمكن أنا شفت أحد الفنانات أو إحدى الفنانات البحرينيات كانت نزلت على موقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع محافظة البصرة. اليوم أصبحت قضية البصرة هي ليست قضية خاصة بالعراق فقط، أصبحت هذه القضية هي قضية تخص أغلب الدول اللي موجودة محيطة بالعراق، إذا كانت خليجية، إذا كانت مجاور العراق. اليوم أكو وقفات مساندة لأهالي محافظة البصرة في محافظات عراقية، في بلدان عربية، في بلدان أجنبية. اليوم الجاليات العراقية أيضا تقف معها. هسه واحد ممكن يجي يقول لك بس وقفة، طيب هو شو دي يسوي قابل مثلا؟ اليوم هذه المحافظة تعاني، ويعني بمناسبة هناك أشخاص اليوم مدسوسين في هذه المحافظة، أشخاص مدسوسين في هذه المحافظة يحاولون يشوهون صورة التظاهرات والتعامل مع هذه التظاهرات. يعني هو متعمد أن يخلي هذه التظاهرات اليوم تكون سلبية، أو يخلي التعامل وياها طبعا بطريقة سلبية. هذا الموضوع اليوم لازم نفهمه وندركه. منو يانا؟ صالح من واسط، تفضل يا صالح. السلام عليك سيد العزيز الإعلام المحترم على قناتك الكريمة، هاي القناة اللي عودتنا على برامجها الصادقة والكريمة وصاحبة الأخلاق الشجاعة والوطنية الغيرة. هذا أولا، يحفظك ربي الله يخليك. وثانيا هذا برنامج اللي تطرحه حضرتك برنامج وطني، هل السؤال اللي دا يطرح نفسه يا ترى هل يسمع رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء؟ هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث اللي دا يطرح نفسه يا سيدي العزيز الإعلام المحترم، من المسؤول عن البصرة؟ من المسؤول عن أحداث البصرة؟ هل البصرة عراقية أم غير عراقية؟ والله يا أخي ما أعرف بالضبط شنو اللي دا يدور بالبصرة. خلينا كل إحنا نتكاتف ونتعاون ضد الإرهاب ضد المندسين. أما المظاهرات السلمية فأعتقد خط أحمر لا يمكن أن نتجاوز هذا الخط الأحمر. خلينا نتكاتف من الشمال إلى الجنوب يا أخي، والله العظيم صعب جدا علينا أن نتكلم. أولا أن يكون قلبك سيد العزيز الإعلام المحترم ورحب واسع، يعني شلون نتعامل اليوم إحنا كمتصلين. إحنا مشكلتنا الرئيسية شنو؟ هل يوجد قانون؟ هل توجد صناعة؟ هل توجد زراعة؟
هل توجد صحة؟ من المسؤول؟ أحمل المسؤولية الكاملة يا سيد العزيز المحترم للمرجعية، أكرر للمرجعية، أكرر للمرجعية. فيجب علينا يكون هنا قانون يا أخي بصرة ماي مالح ليش الشكل؟ تقبل أنت يا سيادة رئيس الوزراء تشرب ماي مالح؟ الله أكبر. مع السلام وتحياتي لك من واصل الملفوفة بالحب والحنان والاحترام للتقدير والابتصالات وإلك يا سيد. شكرا جزيلا. كل محافظة واسط، كل أبناء الكوت كلهم طبعا ألف تحية لهم، شكرا جزيلا على التفاعل. لكن ما سألتك سؤال صالح، ما عرفت أنه لماذا نحمل اليوم المرجعية المسؤولية؟ اليوم إذا نتحدث بهذه الطريقة في المرجعية كانت لها يعني رسالة وجهتها يوم الجمعة الماضية، وأتوقع باكر إن شاء الله أيضا يوم الجمعة راح يكون أكو صوت للمرجعية تتحدث بهذه الطريقة. لكن بالتالي خليني يعني يمكن أنا أتحدث وأتحدث برأيي الشخصي، هم وصلت المرجعية إلى محل يعني عجزت وياهم، عجزت ويا هل بعض السياسيين اللي ما دا يفهم هذا الموضوع. يعني أنت تتوقع اليوم هذه المحافظة، يعني اليوم نتحدث عن قضية البصرة، الحكومة المحلية تذبها من المركزية، المركزية تذبها من المحلية، وواحد يقول هذا والله صوتشه وإحنا طيناهم فلوس، وهذا يقول والله إحنا ما استلمنا الفلوس وما صارت إطلاقات مالية، وهنا أنا يقول لك والله إحنا قلنا لهم لا تعاملون ويا الموضوع بعنف، وهنا يقول لك والله إحنا التعامل القيادة العمليات هي مو بيدنا بيد الحكومة المركزية، واحد يذبها علاخ ومضيعيها بيناتهم، لا نقدر إحنا نلزم هذا ولا نقدر نلزم هذا ولا نقدر نحاسب هذا ولا نقدر نحاسب هذا، وقائد العمليات يقول لك والله أنا ما تعاملت وياهم لأن والله كان تعامل وياهم يعني بطريقة إيجابية وأنا كنت جيد. وحقيقة شفنا في فيديوهات كان التعامل من قبل القوات الأمنية مع المتظاهرين بطريقة جيدة وإيجابية، والمتظاهر هو نفسه حكى قال والله إحنا تعاملهم جيد وإيجابي. واليوم أنا شفت فيديوهات أيضا إلى أنه بعد الصور إطلاق الغازات المسيلة للدموع متظاهرين يغسلون وجه القوات الأمنية، وأكو قوات أمنية جت وصلت لبغداد، وصلت للبصرة من جاية من بغداد أو أحد المحافظات وانسحبت من آلياتها وطلعت هي على الجنب، وبعدين ثاني يوم الصبح جوي أخذوا الآليات الخاصة بالجيش وحرسوها المتظاهرين. ما قاعد تفهم أنت إذا أكو تواصل ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بس من اللي يحاول يخرب هو هاي النقطة أو هاي الحلقة المفقودة اللي لازم نعرفها. طيب خلينا ناخذ طبعا السيد عبد الله السعد وهو ناشط مدني من محافظة البصرة. مرحبا بك سيد عبد الله. حياكم الله استاذ فداء، وتحياتي لكادر البرنامج والجميع متابعي ومشاهدي قناة التغيير الفضائي. دول قلبك سيد عبد الله. يعني هسه هاني حكيت هذا السؤال، واتمنى انت من اهالي البصرة وناشط مدني وموجود بالتظاهرات، يعني اليوم اذا كانت اليوم شفنا فيديوهات متظاهرين يشيدون بالقوات الأمنية والقوات الأمنية تشيد بالمتظاهرين، وأكو تآلف ما بيناتهم، من عافوا السيارات حموها المتظاهرين رجعوا عليهم ثاني يوم الجيش أخذوهم، لعد من اللي يسوي هاي الزعزعة ما بين الطرفين؟ أستاذ فداء إذا تسمح لي، بال2015 أعداد المتظاهرين تجاوزت 50,000 متظاهر، واستمرت تظاهراتنا لشهور لأكثر من 3 شهور. طيب هذيك التظاهرات ما شهدت أي خرق ولا شهدت أي حالة احتكاك مع القوات الأمنية، بالنتيجة هم منتسبي القوات الأمنية ما هم أخوتنا وأولاد عمومتنا وجيراننا، ماكو فرق بين المنتسب الأمني والناشط. ما أنا جاي أطالب بحقي اللي هو حقه، صح. ما هو يعاني نفس المعاناة، يعاني العطش، يعاني فقدان الكهرباء، كل هذه هو يعاني نفس المعاناة. لكن احنا سبق وان نوهنا وحذرنا كثيرا من سياسة الأحزاب انه راح تلجأ لاحتواء التظاهرات وتشييسها حتى يرسلون رسالة لمن هو خارج نطاق التظاهر، لباقي عموم مواطني المحافظات، للمجتمع الدولي، انه هذه ترى التظاهرات مسيئه، فيها حالات للتخريب، حالات للقتل كذا، حتى يوجدون المسوغ لقمع هذه التظاهرات. هذا شيء معروف وواضح، ودليل احنا قضايا الحرق لما نبهنا منها وقلنا انه هذه وراها ايدي خفيه. اليوم الحادث اللي حصل في مجلس المحافظه يؤكد كل ما ذهبنا اليه. وهذا اللي اقول عليه انا هسه، والله البارحه اقول متظاهرين موجودين، انا ما اتهمهم بس اقول متظاهرين جزء واحد من عندهم مندس، هسه اليوم ما حد من المجلس شحرقه. اذا تسمح لي، انت يجوز ما شايف مبنى المحافظه مال البصره، انت ما شايفه. مبنى المحافظة هو واقع ضمن المحيط، يعني السياج الخارجي مسافة بحدود 200 إلى 250 متر عن السياج، والمبنى عالي جداً.
فمنو هذا من المتظاهرين اللي يقدر يرمي مثلا مثل ما قالوا قنينة هاي قنابل مولتوف هاي مولتوف بطل بينفط وكذا او يرمي شعلة نار. عندنا احنا ابطال بالاولمبياد برمي الزانة برمي الرمح شلون بالله يعني. فهاي هاي المسوغات واللي يسوقوها هاي الادعاءات مبينة واضحة. طيب قضية مثلا مبنى البلديات ما احترق باول يوم من الداخل ليش ما فتحت تحقيق؟ رجعوا حرقوه بالكامل حتى يضيعون الحادث السابق. واليوم هذا الدليل مجلس المحافظة ابسط دليل. احنا هذه مؤسساتنا احنا ندعو للحفاظ عليها. هذا ضررت منو اللي راح يتحملها؟ ما هي راح تصلح من جلدي وجلدك يا استاذ. صحيح هاي دقيقة صح. لكن هم حتى يوجدون المسوق لقمع المتظاهرين يلجؤون لهذه الاساليب. طيب انا بس تعقيب على كلامك مساء انت بخصوص الشركات. انت ذكرت على قضيه. انت يجوز يعني ما ببالك بس انا اعرف لمن تقصد. تقصد الشركات المنفذه لمشروع ماء البصره الكبير. التهديد وصلهم من داخل الاداره من اداره المشروع. حتى يغادرون حتى يوجدون مسوق لانفسهم انه المشروع يتعطل. من اليوم سيد عبد الله اليوم احد الوزراء يقول لا يقول الموضوع تهديد لهذه الشركات لان التظاهرات موجوده فهم خافوا فهم فراحوا. عزيزي التظاهرات ما كانت واصله اصلا يم المشروع ولا كان احد يعرف بالمشروع وانا شخصيا متابع هذا المشروع. هذا المشروع فيه كم كبير من الفساد فساد هائل يتجاوز 300 مليون دولار يا استاذ فداء. يتجاوز 300 مليون دولار فهم جاي يسوقون مبررات حتى يغطون على الفساد. الكارثة انه اليوم المؤتمر لخلية الاعلام الحكومي رئيس الخلية يدعو جهات وسائل الاعلام لزيارة المشروع. وانه يطون موعد لتشغيل المشروع 1/10 يعني 1/10 شهر الجاي. طيب زين بعد ايام انا يعني بصراحة مستغرب هذا الاصرار على استقبال الناس. يا اما هم مغفلين واداره المشروع تضحك عليهم. يا اما يعرفون وجاي يسوقون فد وعود حتى يحاولون يهدون الناس. صحيح. مشروع غير كامل مرحلتين منه غير مباشر بيهن. المضخات ماله السحب الواطئ والعالي محتاجات احترقن بالحادث مال شهر العاشر وهو يعني حادث حريق مفتعل بفعل فاعل من داخل المشروع. طيب ما ادري شنو هالاصرار يعني حقيقه يعني ما والله الحكي كلام للبصره الى شجون كبير. سيد عبد الله السعد ناشط المدني انا جدا اشكرك واشكر طبعا يعني وجودك ويانا بالبرنامج. والحقيقه ما اتمنى الا فقط الى ان يكون هنالك من تحكيم للعقل وان شاء الله الكل عقال وما شاء الله عليهم يعني المتظاهرين. مع التظاهرات احنا في البرنامج واتمنى ان تبقى سلميه وهي ان شاء الله سلميه. تعامل القوات الامنيه ايضا يشاهد فيه وهاي فيديوهات قامت توصلنا حتى ايضا يقول لك والقوات الامنيه ضرباتهم شفناها الفيديوهات الحمد لله. واتمنى من الجهات الحكوميه برز وتشخيص المندسين بهذه التظاهرات اذا كانوا يستهدفون قوات العفو المتظاهرين او يستخدمون القوات الامنيه. للقوات الامنيه اليوم من استهدف المتظاهرين كتلوهم وهم شهداء عند الله ان شاء الله يحتسبون الكم ممكن راح يجون هذا الدور فحتى الكل بالصوره. ويا رب احفظ وانقذ واحمي هذه المحافظه بكل تفاصيلها ارضها وسمائها واولادها. شكرا جزيلا. هاشتاق بالعراق انتهى للقاء.